صفير حطيت في الماء ديالها الشليل بليتيني بالتخمام تمشى وسط الظلام مسافر بلا قنديل. السلام عليكم، تحية لكل المتتبعات، والله يجعلكم يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحة جيدة يا ربي، والله يبهل يبعد علينا هذا الوباء. اليوم راني جبت لكم واحد الوصفة، نتاع السنور، سمك السنور، هنا في المغرب نقولوا له السنور. طلبتها من عندي واحد السيدة سليمة من مارسي، تحية ليها، كانت ذقتها عندي وكتعجبها بزاف. ايوا هي لحات عليا كل مرة كتقول لي بغيتك ديريها ديريها ديريها، وريتها لها واحد المرة غير هكا بلا ما كانش عندي اليوتيوب، ودرك راني نوريها لها باش تعقل عليها ان شاء الله وديرها. ولكن الاسم ديالها اون فرونسي ما عرفتوش، هي تقلب عليه ولا اللي يعرفوا عافاك يكتبوا لتحت ونقولوا لها. المهم انا ما عرفت سميتو بالفرونسي، المهم حنا نقولوا له السنور. الفوق ديالو كيكون ما فيه الشوك، هذا الطرف هادو دائما الا مشيتو عند مول الحوت قولوا له عطينا الفوق، لتحت عمر شوك، هذا والو ما فيه الشوك، سبحان الله العظيم. الفوقاني ما فيه الشوك والتحتاني فيه الشوك، وانتوما خاص ولا بدا هاد الوجبه ديروا هذا اللي ما فيه الشوك. وغادي نحتاجوا السنور على حسب لي بيرسون اللي عندكم، كل واحد ديروا له طريف هكا يكون ديال الطاجين كيكون قطع كبير ماشي رقيق. غنحتاجوا البصله، البصله تكون بيضه، هاد الوصفه البصله بيضه ماشي حمراء، لخاطر الحمراء كتولي كحله، المنظر ما كتعطيش زوين. واخا كيقولوا البصله الحمراء صحيه، هاد الوصفه هادي ما تجيلهاش الحمراء، تجيلها البيضه. وهنا مليحه وبزيره نديروها البصله. هنا لقمه الحوت اللي كنديروا دائما راه وريتها لكم شحال من مره، كتكون فيها بصله الثوم معدنوس الكمون، الكمون ما تكثروش، البزار الخرقوم شويه سكينجبير الملح، وتخلطوها كامله. الله اكبر، نقطع معكم حتى يكمل الاذان ونرجع. هاني رجعت لكم بعد الاذان. الاذان اولا نجيبوا هاد المرميطة، نديروا فوقها هاد البصل كله بسم الله، بسم الله، نزيدوا فوق منه هاد الملح والبزار. ودائما انا كنخدم يدي هاكم، يدي نقيه صافي. كملت معكم قبيله المقادير. عندي قلت لكم هذه التخليطه، كل واحد كيقولها الشرموله، الشرموله راني قلت لكم فيها البصله فيها الثوم فيها شويه ديال المعدنوس، هذا فيها المعدنوس فيها شويه ديال الكمون ما تكثروش منه، فيها الملح البزار الخرقوم فلفله حمراء شويه سكينجبير والملح. وعندنا هنا الزبيب، ولا بهاد الوصفه كيكون فيها زبيب. عندنا نص كاس ديال زيت الزيتون، وعندنا 50 غرام ديال الزبده، هي المرحله الاخيره. وراح نبدينا على بركه الله. درنا هنا قلنا البصله مع هذاك المليحه وهذا راكم شفتوا هنايا هذا الشرغو، غنزيدوا عليه شويه من هذا الشرموله. يا بسم الله نشربوا مزيان مزيان.
شرمو مزيان. ما كاين لاش تبيتو شرموله ولا ساعه ولا ساعتين ولا ايه. واحد الملاحظه اخرى، ما تحيدولوش هاد لابو، لابو كيكون لذيذ كيطيب، اللي ما بغاش ياكلها ما ياكلهاش. ولا السمك ما تخافوش من اللذام ديالو، كاع نقولوا الا كان ميدم، ولكن هذا ما ميدم ما والو، المهم لذيذ. هذه هي اللي كتلدو. يلا نبداو نحطو في الكاميلا طنجره، نحطو هكا، نحطو هكا، نزيدو هاد القامة كلها نحطوها هنا فوق. ما نديروش الماء، البصله كتطلق الماء. هاد الشرموله كلها درناها هنا الفوق مباشره، نديرو الزبيب مباشره، الزبيب فوق من هذا، فوق من الحوت الصنور، ونكبو هاد نص ديال زيت العود. صافي الزبده حتى يطيب ونديروها، وراكم معايا نديروها دوك فوق العافيه. نشوف ما نحركوها ما والو، غمره مره نهزو الطنجره نديوها ونجيبوها، نديوها ونجيبوها هكا وصافي. كيف نشوف راه قريب دابا، نزيدو واحد 5 دقائق ونحط الطبق النهائي وراني معاكم. ما زدلو لا ما لا حتى حاجه، هو طلق الماء ديالو ديال الحوت والبصله، طلقت الماء ديالها وغيجي بنين ان شاء الله، غير جربو. صافي دخلت في الماء ديالها اخر مرحله، هي نضيفو هاد الزبيده كفوق الحوت، نشربو ديال الماء. صافي ونطفيو عليها، صافي كنديرو الزبدة، صافي نطفيو، نطفيو ونخليوها واحد 2 دقائق ونحطو بدون ما دو ديك الزبيدة، وراكم معايا. هذا هو الطبق النهائي ديالنا، راه لذيذ لذيذ لذيذ، جربوه ودعيو معايا. حتى انا وراتو لي واحد السيدة، تحية لها من هنا، رجلها تكون بخير. هي من أسفي، هما اللي مشهورين بهاد الأطباق، عندهم عدة أطباق ديال السمك. مع السلامة، فيديو آخر إن شاء الله، والله يجعلكم تكونوا بخير وعلى خير. ما تنسوش الاشتراك واللايك والتعليق، ومع السلامة ان شاء الله. علاش يا ليل بليتيني بالتخمام، تمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل.